من قطاع ممارسة لميدالية أولمبية وكمان بطولات عالم في السكة كتير. قول لي. لا كتير. قول وأفريقيا وعرب. يا دكتور عايز أعرف وصلنا إزاي؟ البلان اللي اترسمت عشان نوصل لده. الله يرحمه، الله يرحمه الأستاذ سمير عبد ربه رحمة الله عليه يا رب. اديت له البلان بعد اجتماع موسع كان بيحضره كابتن محرم الراغب، وكان بيحضره كابتن سمير، وكان بيحضره كابتن عدلي القيعي، وكان بيحضره ناس كتير يمكن انا ما اقدرش افتكرهم كلهم. وقلت لهم انتوا عايزين ايه؟ عايزيني ليه؟ فقالوا لي عايزينك علشان نعمل فرقه ونكسب. قلت لهم طب المده قد ايه؟ فكابتن محرم الراغب رد عليا رد الحقيقه سينمائي درامي جدا. قال لي طول العمر. قلت له ده في افلام عبد الحليم حافظ. مفيش حاجه اسمها طول العمر. قال لي خلاص يا سيدي نخليها 10 سنين. بس هو ده بلان النادي الاهلي ان دايما عايز يعمل الطلعه لما تطلع تبقى مستقره للاخر. للاخر خالص. للاخر. مظبوط. فقال لي طب 10 سنين. قلت له هو العمر فيه كام 10 سنين؟ ربنا يديك صحه دكتور. نحاول. تمام. بس عشان نعمل كده سيبونا نحط خطه وننفذها. سيبوني في حالي. مفيش دعوه بيه. حلو قوي سيبوني في حالي دي. وانا هعمل شغل ان شاء الله لسببين. بس عرضت عليهم خطه. طبعا. عرضت. لا خطه مكتوبه. عرضتها كلها. وتوافق عليها. تمام. القطاع التعليمي والمدارس والاشتراكات والنظام والى اخره. قطاع وقلت لهم انه خلوا بالكم ان احنا اكبر سن موجود عندنا بيحقق 9 و10 سنوات، انا محتاج 10 سنين يوصلوا عشان اقدر اوصل لدرجه اولى. مظبوط. قالوا مدينا ويديك الصحه وطول العمر. وابتدينا نشتغل على المراحل الصغيره. اول بطوله اتعملت في داخل النادي الاهلي كانت بعد ما جيت بسنه ونص، واحنا كنا مشاركين فيها لحد 12 سنه. وخدنا اول القاهره واول جمهوريه. فتحه الخير. ولقيت ان في ناس زعلانه جدا من الموضوع ده. احنا مش عاملين حساب كده. قلت لهم طب اعمل ايه يعني؟ ما انا مش هخسر. هفتكر حاجه. رحمه الله عليه استاذ عباس الريدي. كنا احنا في الهاندبول بنكسب كتير والالعاب بتكسب وكده. دخلت له مره. قال لي كفايه مكسب، مفيش فلوس، هنديك فلوس ازاي؟ كفايه مكافئات. انا بسمع الكلام ده كتير. بسمع الكلام ده كتير قوي. اكيد اكيد ده حب النادي الاهلي اكيد. انا ما عنديش مشكله واحنا ما عندناش مشكله. طبعا. احنا عايزين نكسب. احنا عايزين نشوف ولادنا على منصات التتويج. لينا وليهم وللاهلاويه ولشعب مصر كله. طبعا. ده هدف. تارجت. واحنا ابتدينا رياضه عندما لم يكن هناك للرياضه تمويل. فاحنا الثقافه عندنا مختلفه عن ثقافه الجيل الحالي. تحقيق الهدف حتى لو كان على حسابنا الشخصي ما عندناش مشكله. هو اجيال بتسلم اجيال، اجيال مختلفه شويه، يعني ده جيل وفي جيل النهارده. ظروف الحياه اتغيرت. ظروف الحياه بالظبط. ظروف الاليه الحياه اتغيرت، ما اقدرش احاسب الجيل الحالي صح. على انه مهتم بالدخل لان الدنيا غليت، هيعمل ايه؟ هياكل طب؟ ما صح. لازم يطلب، هو ده طبيعي، مفيش مشكله.